ازيكم عاملين ايه؟ معاكم محمد غباشي صراع الدين. احنا اتكلمنا عن الفرق بين الشبابيك اليو بي في سي والشبابيك الالوميتال القطاع العريض قطاع شريف علي حسن اللي بيسموه القطاع الجامبو. احنا قلنا الفرق بسيط بس الافضلية لليو بي في سي، وجاي النهاردة عشان اوريكم حاجة بسيطة قوي في اليو بي في سي تعلي امكانيته وتخليه هو الافضل دايما، وهو انه قابل للغسيل وسهل الفك. تعالوا نفكه ونشوف هنفكه بالطريقة ازاي ونخليه يتغسل، عشان هو زي ما انتم شايفين مش هيبان قوي من الفيديو، بس هو معبي تراب جامد جدا من بره، فهنغسله ونشوف بيتفك ازاي. قبل ما اوريكم الطريقة للفك عشان ما حدش يتكلم يقول الله ما هو سهل الفك، ما ممكن يسترق. اولا هو بيتفك من الجزء ده، لو ازلنا الجزء ده الشباك هينزل وهوريكم الطريقة ازاي، بس عاوز اقول لكم ان هو بيتفك من جوه بس، اوكي؟ وطول ما اللوك بتاعه مقفول هو مش هينزل معانا، فمعنى كده ان محدش يقدر يفكه من بره. ثانيا اتكلمنا في نقطة مهمة ان 85% من حجم الشباك بيبقى ازاز، سواء اليو بي في سي او الالومنيوم القطاع العريض. فلو انت عامل على مسألة الامان، المقتحم لبيتك مش هيستنى يشوف الشباك بلاستيك او الومنيوم. زي ما انتم شايفين شباك عزل صوت، عزل حرارة، عزل تراب، يعني كده صوت الشارع رغم ان المنطقة هادية جدا. كده اعتقد ان الصوت معزول تماما. نجرب تاني، حتى صديقنا الكلب اللي تحت صوته بيختفي تماما. تعالوا افك لكم الشباك واوريكم طريقة الفك ازاي. ده القفل بتاع الشباك، هتشده من فوق وبأي حاجة بسيطة تضغط القفل بيطلع معانا بالكامل، اوكي؟ القفل هيطلع معانا بالكامل اهو. ده قفل الشباك اللي بيخلي الشباك ما يتفكش، وسوري عشان عكس الإضاءة عشان احنا بالنهار الصورة مش هتطلع حلوة قوي، وكل اللي بعمله مجهود شخصي، يعني بصور نفسي محدش بيصورني، اوكي؟ فكينا القفل، هنرفع الضلفة لفوق ونسحبها، طلعت الضلفة معانا بكل بساطة. هنوديها الحمام تتغسل ونرجع نركبها تاني. تعالوا اوريكم شكل الضلفه من بره عامل ازاي. ده شكل الضلفه طبعا من بره، الجزء الخارجي دي كميه التراب اللي عليها، هتتغسل بكل سهوله ونرجع نركبها تاني. وده الشباك التاني برضو، ده القفل بتاعه. ده شكل الضلفه، ده الجزء الخارجي، ده اللي بره، اوكي؟ شايفين كم التراب اللي عزلوا الشباك بجانب الجزء العازل للتراب اهو، اوكي؟ ودي الضلفه الثانيه، القفل بتاعه هنشده برضو نطلعه بره. القفل كله، الشباك كله هينزل لنا بره ونقدر نغسله ونتحكم في غسيله. تعالوا نغسله ونركب الشباك تاني. فك الضلفة التانية كمان ونوديها تتغسل. اهو القفل طلع معانا بسهوله، ودي طبعا الجزء العزل للتراب نزل شويه، هنظبطه. هنرفع الضلفه من تحت، بتطلع الضلفه معانا تماما. وخدوا بالكم عشان وزن الضلفه تقيل شويه عشان الازاز. ودي طبعا السلك هيطلع معانا على طول بدون اي مجهود. دي الضلفة السلك. كده الشباك كله اتفك. ده طبعا التراب الخارجي، شايفين كم التراب، تراب ماسك من الندى،
كل ده كان المفروض يدخل داخل الشقة الشباك اليو بي في سي اللي منعه. طبعا الألمونيوم ما بتفكش كده خالص، ده في البي في سي اوكي، واللون بتاعه اوف وايت. طبعا اللي هيشتكوا من ان الشبابيك اليو بي في سي بتصفر، ايوه بتصفر. بتصفر ليه؟ عشان حضرتك ركبت الشباك من 5 سنين من 7 سنين وما غسلتوش، فلازم بيصفر. انما مع الغسيل المتكرر كل سنه او كل 6 شهور حسب ما بيلم التراب مش هيعمل مشكله الاصفرار في اللون عندك. تعالوا نغسل الشباك. كده الشباك معانا في الحمام اهو، والاقفال بتاعته هنغسله. اي 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 فين الزعبولة دي؟ اهي يا عم ارحمنا. عاوز العصاية؟ الشباك معانا في الحمام، هننزل التراب اللي عليه ونغسله كويس، وبعد كده هنعلقه تاني زي ما كان. دي الضلفة السلك، ثواني هعدل الموبايل عشان كله مجهود ذاتي. دي الضلفة السلك، السلك طبعا امريكاني ما بصديش اوكي. ننزل التراب اللي على الشباك كله. ونرجعه تاني مكانه زي ما كان. هخلص غسيل وارجع لكم. اشوفكم على خير. شايفين الشباك من تحت عامل ازاي؟ اهو بالميه. وبسلك بس، سوري بقى انا يعني بوريكم بس النتيجة، وهقفل الفيديو واغسله بالسلك عشان انا بس لوحدي، وزي ما قلت لكم كل ده مجهود شخصي. المهم المحتوى يا جماعة اوكي. كده الشباك اهو بقى اتغسل كويس، بقى فل شمعة منورة اهو. حاج احمد طمع في الاستيك حتى ما قالش عليه صورني اهو. زي ما انتم شايفين الشباك رجع تاني. مشكلة اصفرار اليو بي في سي من قلة الغسيل. طبعا ده اهو اوف وايت، كان في حتة اصفرت اهي لانه مركون بقاله فترة، يعني 3 سنين. مش 3 سنين احمد الشبابيك دي؟ ايوه 3 سنين مركونة ما اتغسلتش، فمع الغسيل مش هيصفر. والشباك سهل الغسيل خالص اهو، مفيش اي مشكلة. بس خدوا بالكم الضلفة تقيلة شوية، يعني ست البيت ما تعملهاش لوحدها، ما تشيلهاش لوحدها، لان ده ازاز دبل. ازاز دبل عشان يقلل الاحمال الحرارية، ازاز ناحيتين اوكي. فالازاز الدبل بيخلي وزن الضلفة تقيلة شوية. هنركب الشباك ونوريه لكم بعد ما يخلص. ننظف الحلة اهو، طبعا مجمع تراب كتير قوي. التراب ده المفروض يبقى جوه الشقه، دي فايده البي في سي عن الالومنيوم. طبعا احنا قلنا لو هنتكلم في مقارنه بنتكلم في القطاع العريض بس، قطاع شريف علي حسن، انما الخفيف بقى كله مش هيدي معانا اي حاجه. لعزل صوت ممكن، عزل حراري نوعا ما، بس مش هيدي لعزل صوت ولا عزل الاتربه اللي انتم شايفينه ده. طبعا نركب الشباك تاني بقى. الضلفة السلك، ودول الضلفتين، ودول الاقفال بتاعة الشبابيك. الضلفة السلك كانت كده ولا كانت كده؟ اعتقد كانت كده.
بقى على الفلفل. معلش احمد شويه. كده بنضغط على كده. ونركب الأخيرة. وده القفل بتاعها. وده كان بتاع اللي جوه بس مش مشكلة، كله يركب مكان بعضه يعني. كده الشباك اللي جه الثاني سهل الغسيل وسهل النظافه، ودي مثله عن الشبابيك الالومتين. بس يا ريت يبقى بيحصل النظافه وست البيت ما تعملهاش لوحدها، عشان زي ما قلت لكم وزن النظافه. اشكركم واشوفكم على خير.